تشكل زيارة الميمونة لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة إلى مملكة البحرين تشكل ترجمة حقيقية لمدى عمق العلاقات التاريخية الاستثنائية التي تجمع قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين. كما تعزز هذه الزيارة وتدعم العلاقات والرؤى الموحدة في شتى الأصعدة وتسهم كذلك في توطيد أواصر التعاون في مختلف المجالات وعلى الصعد كافة بما يحقق مصالح المملكتين وشعبيهما الشقيقين.